أكد علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي أنه يتمنى أن يكون طاقم التحكيم الجزائري الذي سيدير مباراة الفريق أمام الإفريقي التونسي في 7 غد الأحد ضمن إياب دور 16 الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية على قدر المسؤولية. وقال عبد الصادق أنه يتمنى أن يخرج اللقاء بالشكل اللائق بين الفريقين، مشددا على خوفه من تأثر طاقم التحكيم بقيادة مهدي عبيد بالضغط الجماهيري الذي سيشكله جماهير الفريق التونسي. فقد طالبنا لاعبي الأهلي بضرورة التركيز في المباراة وعدم الاستجابة لأي استفزازات سواء داخل الملعب أو خارجه، وكذلك عدم الاعتراض على قرارات الحكام. تلقى اتحاد الكرة خطابا من السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي الفيفا المستقيل يشرح فيه أسباب تنحيه عن رئاسة الفيفا. تضمن خطاب بلاتر المرسل لجميع الاتحادات الأهلية الأخرى أنه تنحى لإبعاد كرة القدم عن صراع خفي وأنه يبحث عن مصلحة كرة القدم وتطويرها، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم للرئيس القادم لدولة كرة القدم وأنه استقال لتفكيره في مصلحة اللعبة وليس مصلحته الشخصية. استغل نادي الإسماعيلي المصري أزمة الفساد التي انفجرت في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ليطالب بأحقية الحصول على لقب بطولة الدوري العام موسم 2008-2009. كان الإسماعيلي قد خسر بطولة الدوري في موسم 2009 بعد أن كان الأقرب لها في ظل منافسة شرسة مع الأهلي، حيث أقيمت مباراة فاصلة بين الفريقين وفاز الفريق الأحمر بهدف نظيف ليحرز اللقب. وأرجع مسؤول الإسماعيلي السبب الرئيسي في ضياع لقب الدراويش الرابع إلى احتساب محمد كمال ريشة الحكم السابق هدفا غير صحيح لمحمد أبو تريكة الذي اعترف بعدم صحة الهدف. لا وفي الجيش الزقه بتاعت الجيش ضميرك ما يوجعكش بعد ما انا اهلاوي، انا اهلاوي جامد. انا اتعرضت على بتاع الحرس وبتاع الحدود وبتاع الطلائع. لو سالني ريشة كان ريشة مصدق. اكد الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الاسبق الى ان اللواء دهشوري حرب رئيس اتحاد الكره الاسبق التقى بجاك ويرنر رئيس الاتحاد الكاريبي بمجلس إدارة الفيفا بدولة الإمارات في منزل أحد المصريين المقيمين بالإمارات، وطلب منه ويرنر مباشرة مبلغ 7 ملايين دولار بناء على أن الصوت بمليون دولار والتسليم قبل التصويت لاستضافة مصر لمونديال 2010. وكشف وزير الشباب الأسبق أن رئيس المخابرات المصرية السابق اللواء عمر سليمان قام بإبلاغ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بما حدث بصفر المونديال 2010، مؤكدا أن العلاقات الإفريقية السيئة أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كانت سببا إضافيا في تلك النتيجة. قدم طارق العشري المدير الفني لإنبي استقالته من منصبه كمدير فني للفريق البترولي عقب الخسارة أمام حرس الحدود بنتيجة 4-2. ووافق المجلس على استقالة العشري وتعيين حسين أمين المدرب العام كمدير فني مؤقت لإنبي. ومن المنتظر عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الأحد المقبل للاستقرار على بديل للعشري. فجرت الإنجليزية جورجينا سيليك والملقبة باسم مجنونة محمد صلاح مفاجأة مدوية حيث أعلنت دخولها الدين الإسلامي. وقالت جورجينا: قرأت عن الإسلام واقتنعت به، بعدما شاهدت صلاح عرفت مدى التزامه بالدين الإسلامي وهو ما جعلني أتمسك أكثر بالإسلام. وجهت صحيفة ميرور الإنجليزية رسالة إلى هاري كين نجم توتنهام لتحذره من مصير عمرو زكي لاعب ويجن السابق ومنتخب مصر. ونشرت ميرور تقريرا مطولا تحت عنوان 15 مهاجما وصلوا إلى القمة ثم لم ينجحوا في فعل ذلك مجددا، لتوجه من خلاله رسالة إلى كين بألا يكون مثلهم. وجاء في مقدمة تقرير مهاجم منتخب مصر السابق عمرو زكي الذي تحدثت عنه الصحيفة قائلة: الجميع تساءل في البداية من هو؟ عندما وقع مع ويجن وتألق فقد أنهى الموسم ب10 أهداف خلال 22 مباراة، ولكن كل ذلك توقف وانتهى بعد عودته المتأخرة من معسكر المنتخب إلى ويجن ليختفي زكي ويفشل في الوصول مجددا للقمة. لتتمنى الصحيفة الإنجليزية
بألا يسير مهاجم منتخبها الشاب على نفس خطى عمرو زكي. أهدى رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال لاعبي وإداري فريق الهلال مبلغ 25,000 ريال سعودي لكل فرد داخل الفريق، بالإضافة إلى سيارة خاصة لكل منهم، مكافأة الفوز على النصر والتتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وهنأ الوليد نادي الهلال المعروف بانتمائه له بالفوز على حسابه الرسمي بموقع تويتر، خاصة أنه البطولة الأولى التي تحمل اسم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين. وافق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على نقل مباراة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم مع المنتخب السعودي إلى خارج الأراضي الفلسطينية بعد تدخلات سياسية من قبل بلدين. كان الاتحاد الفلسطيني برئاسة جبريل رجوب قد أعلن إصراره على إقامة المباراة داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن تدخل مستويات سياسية عليا أدت إلى نقل المباراة. وترفض العديد من المنتخبات العربية الدخول إلى الأراضي الفلسطينية باعتباره نوعا من التطبيع في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. اعتذر اللاعب السوري عمر السومة المحترف في صفوف الأهلي السعودي لكرة القدم عن عدم تمثيل منتخب بلاده سوريا في الفترة المقبلة، مؤكدا على أن إصرار القيادة السورية على استبعاده أكثر من مرة واتهامه بالخيانة الوطنية كان سببا رئيسيا في اتخاذه هذا القرار. وقال اللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: شاركت مع المنتخب في تصفيات كأس آسيا وأقيمت بعدها مباريات دولية ودية ومعسكرات داخلية لأكثر من 3 مرات، وقد أبلغني إداري المنتخب بالمشاركة معهم ووافقت، إلا أنني فوجئت بعد ذلك بإبلاغي بأن القيادة لا ترغب في مشاركتي ومصرة على استبعادي عن المنتخب بل واتهامي بالخيانة الوطنية. أفتخر بوطني سوريا، فلقد تحملت الجراح والآلام والقهر والظلم، وأنا واحد منكم وسأبقى ابنكم البار. نظمت جماهير فريقي الهلال والنصر دخلة رائعة في مباراة الفريقين التي أقيمت أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة بمدينة جدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح. واحتوت دخلة الجماهير على عبارات الدعم للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث حمل مشجع الهلال عبارة سلمان الشهامة، فيما رفعت جماهير النصر لافتة سلمان في قلوبنا. هنا في الجوهرة المشعة في جدة في أحلى منظر في أحلى مظهر تيفو خاص بين الفريقين، ولكن بقلب واحد يجمعهم هو قلب سلمان الشهامة، سلمان العزة والكرامة، سلمان الحزم، سلمان قلب الوطن، يجمع كل شعبه في قلب واحد.